اهلا بيكم. النهارده انا موجود معاكم في فيديو مهم جدا، والفيديو ده 50 سؤال عشان ازاي تتخطى او مش هتخرج عنهم المقابلات الشخصيه. بتجيلي اسئله كتير من الفانز والناس المتابعين ليا ان احنا عندنا مقابله شخصيه، اعمل ايه في المقابله الشخصيه؟ ارد ازاي؟ الناس فاكره ان ده بعبع وان حاجه صعبه جدا. فبدل ما كنت ارد على كل واحد لوحده، عملنا تجميعة كده لخمسين سؤال مش هتخرج عنهم المقابلة الشخصية إن شاء الله في أي مجال. في أسئلة تخصصية قد تجيلك من تخصصك الطبي أو تخصصك الهندسي أو في البترول، دي أنت هترد عليها بحكم النولج اللي موجودة عندك أو معرفتك بيها، لكن كأسئلة بشكل عام فدي اللي موجودة عندنا النهاردة. تعالوا ناخدهم كده إيه واحد واحد. أنا هقول لكم كل سؤال وإيه توقعاتي للإجابة اللي ممكن تكون موجودة، وانت خدها وابني عليها اجابتك الخاصه. الهدف من ده ان انت لما تشوف الاسئله المتوقعه وقت ما يجي لك السؤال انت تعرف ترد عليه بثقه بالنفس. ليه؟ انا فكرت قبل كده في السؤال ده، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. السؤال الاولاني عفوا، ما هي نقاط قوتك؟ هيجي يسالك يقول لك انت شايف نقاط قوتك ايه؟ طب اجاوب ايه؟ جاوب ان انت ممكن تكون شخص متعاون، فدي نقطة قوة. انك بتعمل علاقات كويسة جدا مع الموظفين وزملائك، فدي نقطة قوة مهمة. انك بتبقى حريص على شغلك، تمام، او انت بتحب تمشي صح وتتبع التعليمات، دي ممكن تكون من نقاط القوة اللي هي الالتزام. طيب اللي بعدها العكس، ايه هي نقاط ضعفك؟ بدل ما تقول حاجة سلبية قوي، رغم انها نقاط الضعف لازم تكون حاجة سلبية انت مفروض تعدلها، حاول تجيبها بشكل ذكي. انك المشكلة انك اوقات بتتعصب، انك اوقات بتتعصب عشان الشغل، عشان حبك للشغل، اوقات بتكون وده ما بيعجبش بعض المديرين، ان انا بكون ماشي بشكل صحيح جدا وما برضاش اروح يمين او شمال، او انك فيك عيب فعلا قوله، ان انت مثلا مش عارف اقول ايه، يعني في عيوب قد تكون عندك انت ادرى بيها، حاول تقولها بشكل بسيط. بس حاول دايما اللي هتقوله ده انك في حاجات بتشتغل على نفسك فيها عشان تحولها لنقاط قوه وتعدلها، او تقدر تقول نقاط ضعف كانت عندك بس دلوقتي اتغيرت. السؤال اللي بعد كده، انت ليه مهتم تشتغل معانا في شركتنا؟ انت ليه جاي تعمل انترفيو ده دلوقتي عشان تدخل معانا في الشركه دي؟ تقدر تقول له انها شركه انترناشونال، شايف ان انا هتعلم فيها اكتر، لاني استحق اني اكون فيها ان شاء الله، لان بتدفع كمان مرتبات اكتر. وحاول تقول اسئله او اجابات ايجابيه ليهم. السؤال اللي بعده بيقولك انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين او 10 سنين؟ الاجابه دي فلسفيه وبتاخد وقت شويه، بس انت حاول تقسمها، تقول انت قصدك مهنيا ولا اجتماعيا. لو اجتماعيا ان يكون عندي اسرتي وعندي اولادي، لو انت مش متجوز طبعا. واذا انت بيسالك على الصعيد المهني فتقول ان انا اكون مدير اقليمي، اني اوصل لمدير مبيعات، اني احقق انجازات كبيره جدا، اني اخد ماجستير، اخد دكتوراه. غالبا اتكلم عن طموحك. السؤال اللي بعده، ليه في فجوه بين تاريخ فلاني والتاريخ الفلاني في سيرتك الذاتيه؟ انت ليه من 2011 ل 2013 مش كاتب وظيفه معينه؟ انت كنت بتشتغل فين؟ تقدر تقول له ان انت كان عندك ظروف، اذا كانت فعلا موجوده، بلدك كانت بتمر بحاله معينه او حاجه معينه، كنت بترعى ابوك بترعى امك، بتاخد كورسات معينه، يعني حاول تتكلم عنها بشكل يبين ان انت ان دي كانتش حاجه وحشه، تمام، حاول توضحها. يعني السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه اللي تقدر تقدمه للشركه ومحدش غيرك يقدر يقدمه، يعني من الصعب ان حد تاني يقدر يقدمه. تقدر تقول انا ممكن اقدم افكار كويسه جدا للشركه، اقدر اساعد في تطوير الهيكله، اقدر اضيف للاداره بتاعتي، اقدر اساعد زملائي ان احنا نتطور مع بعض، ان احنا نزود مبيعات، ان احنا نعمل الاجابات اللي من الشكل ده. السؤال اللي بعده، ايه هي المهارات الثلاثه اللي طلب منك مديرك السابق انك تطورها بنفسك؟ انك تزود تركيزك، انك تحاول تكتسب مهارات القياده اكتر، انك تحاول تتعامل اكتر مع موظفينك او زمايلك، ازاي تكتسب التعاون معهم، ازاي تكون فريق عمل كويس. دي لو موجوده، لو مش موجوده قول له للاسف ما خدتش منه توجيهات. اللي بعد كده سؤال بيقول لك انت هل انت مستعد على الانتقال؟ يعني انت مستعد لو اشتغلت معانا تنتقل من فرع ده للفرع ده؟ وغالبا السؤال ده بيكون محلي، من المدينه الفلانيه للمدينه الفلانيه او كذا. تقدر تقول له والله على حسب مدارس ولادي، الشركه هتقدم لي ايه عشان الانتقال، خليك واضح وصريح في الموضوع ده.
السؤال اللي بعده أعم وأشمل، بيقولك هل أنت مستعد للسفر؟ يعني إيه مستعد للسفر؟ يعني أنت تسافر بره البلد. فأنت هنا ممكن تسأل سؤال، هل أسافر لمدة طويلة ولا معرض مثلا أسبوع أسبوعين بالكثير، ولا هسافر إزاي وإيه البدلات اللي هتكون؟ يبدأ ندخل في تفاصيل أكتر. السؤال اللي بعده، أخبرني عن أهم إنجاز يعتبر مصدر فخر ليك. ايه الحاجه اللي انت عملتها وحسيت ان فيها انجاز؟ ممكن تبقى حاجه في الشغل، زودنا مبيعات ضاعفناها لاكتر من 5 سنين فاتت مثلا، او انك تقول له ما شاركت في خدمه المجتمع، ساعدت في محو اميه كذا، يعني ايه الحاجه اللي انت عملتها بس اللي قدامك ينبهر لما يشوفها او لما يسمعها. الحاجه اللي بعد كده، معلش انا ما بعدش، هي هتتعدى عندك على الشاشه الاسئله. اخبرني عدد المرات التي ارتكبت فيها اخطاء. وانا شايف انك في السؤال ده انك تجاوب بشكل ذكي شويه، ان انت تقول له مثلا ان ما فيش حد ما بيغلطش، وانا بتعلم من اخطائي، وكل خطا بيحصل لي فانا بفهم ايه اسبابه وبدرسها وبحوله لنجاح وانجاز بعد كده وبتدارك الاخطاء. جاوبت كده بذكاء وفي نفس الوقت جاوبت على السؤال. السؤال اللي بعده، ايه هي وظيفه احلامك؟ انت كان نفسك تشتغل ايه؟ مش شرط انك تقول الوظيفه الحاليه اللي انا فيها، ممكن تقول له كان نفسك ممثل او مذيع او لكن ما حالفنيش الحظ، لكن حبيت الوظيفه اللي انا فيها دي بعد ما انخرطت فيها وبقت بالنسبه لي شيء رائع وانا بحبه. السؤال اللي بعده، من اخبرك عن هذا العمل؟ يعني عرفت منين الاعلان بتاعنا ده؟ هل شفته في الجورنال؟ هل حد قريبك قال لك شفته على الفيسبوك؟ وده هيديله فيدباك عنك، انك هل انت بتتابع الصحف؟ هل انت عندك علاقات بحد في الشركه؟ وهل هو شخص مهم ولا شخص عادي؟ يعني ده بيديله كده ايه سؤال، يعني فضول. السؤال اللي بعده، ايه اللي تقدر تحققه في اول 30 يوم شغل، وفي اول 60 يوم، وفي اول 90 يوم؟ تقدر تقول له اول 30 يوم اكون فهمت وبنيت علاقات كويسه جدا بزملائي وعرفت الشركه ماشيه ازاي. النقطه ال 60 يوم تقدر تقول له تبدا بصمتي تبان في الشركه، او تبدا اضافاتي واقتراحاتي وتبدا تبان في اول 60 يوم. في اول 90 يوم تقدر تقول ان انا تبان البصمه الحقيقيه ليا، ويبان هل انا فعلا استحق المكان اللي انا موجود فيه ولا لا. السؤال اللي بعده، ان هو بقى ايه، يشيل السيره الذاتيه بتاعتك يحطها على جنب، ويقول لك كلمني عن السيره الذاتيه اللي انت كاتبها. وهنا هو عايز يكتشف هل انت في اي خداع موجود ما بين السيره الذاتيه اللي انت كاتبها واللي انت هتقوله في الحقيقه ولا ايه، عايز يعرف. السؤال اللي بعده، هيقول لك اخبرني عن دراستك، كلمني انت درست ايه، الكلية اللي كنت فيها، المدرسة، هل كانت مدرسة لغات ولا عادية؟ ويبدأ يقارن ما بين شخصيتك وما بين الكلام اللي انت بتقوله كدراسة، هل هي فعلا انعكست عليك ولا لا. السؤال اللي بعده عام وفلسفي جدا، ان هو يقولك كلمني عن نفسك، احكي لي عن نفسك، قول لي انت ايه اللي انت عايز تحكيه لي. قول له انا فلان الفلاني، مواليد كذا، اتولدت في البلد الفلانية، نشأت في الدولة في البلد الفلانية، عندي اخوات، اخواتي كذا. لو في حاجه عايز تكتب تقول فيها بالتفصيل استاذن، اقول له عندك وقت ممكن احكي لك بالتفصيل عن كذا. يعني دي الامور بتحول المقابله الشخصيه لمزيد من الالفه، بيبقى فيها كده شويه ايه تهريج وشكل لطيف. يعني السؤال اللي بعده مهم، غالبا اللي بتوع المبيعات والتسويق هيتسالوا، يقول لك كلمني عن تعاملك مع المواقف الصعبه. لو جالك عميل بايخ وعصبي وعنده مشكله هتعمل ايه؟ خلي غالبا اجاباتك تقول له ان انا همتص غضبه، هتفهم المشكله، هحاول اهديه. او لو في حد من زمايلك، بعد سؤال تاني، لو في حد من زمايلك بيضايقك او كده، هتقول له انا هحاول ارجع للاداره واشوف ايه البروسيدير اللي موجوده، مش هحاول ان انا انفعل، مش هعمل مشكله. يعني حاول انك تشرح الموضوع بشكل يدي عنك انطباع كويس. اخر سؤال في الصفحه اللي احنا فيها دي، انه يسالك يقول لك انت شايف انا ليه اعينك؟ ممكن تقول عشان الشركه محتاجه خبراتي، ممكن تقول عشان انا عندي رغبه اني اضيف للشركه واسد احتياج موجود فيها، ممكن تقول له شوف احتياجك وشوف امكانياتي واذا ده يتوافق معاها فبالتالي هتقوم بتعييني. دي اجابه برضو كويسه. نكمل بقيه الاسئله بتاعتنا. بيقول لك ايه، ليه بتدور على شغل جديد؟ طب ما هتقولي السؤال ده هو نفسه اللي قاله لي، انت ليه عايز تسيب شغلك اللي فات؟ برضو بيحاول يعرف الاجابات، او ممكن يجي لك واحد من السؤالين فانت هتقول له بدور على شغل جديد، او ان انا عايز فرصه تانية، او المرتبات بتتاخر، او ما فيش تطوير ليا، ما بتطورش، واقف زي ما انا، او وصلت لاعلى حاجه في الشركه عايز اغير، او يعني حاول تتكلم اكتر عن طموحك. السؤال اللي بعده بيسالك، يقول لك عايز يختبر ضغطك في الشغل، بيقول لك
هل بتشتغل في الاعياد وفي الويك اند والاجازات والعطلات الرسميه ولا لا؟ ده عايز يعرف انت بتتحمل ده ولا لا، هتشتغل في ده ولا لا. خلي اجابتك تقول له على حسب احتياج الشغل ولو كان في اوفر تايم، يعني خلي الموضوع برضو لطيف وتقول الحق والمستحق. الحاجه الثانيه، كيف تتعامل مع العملاء الغاضبين، العملاء العصبيين، تتعامل معهم ازاي؟ هل بتمتص غضبهم؟ هل بتعرف ايه مشاكلهم الاول؟ هل بتشوف المشكله حقيقيه ولا لا؟ بتحقق في الموضوع، بتاخد الموضوع بهدوء، حاول تقول الاجابات اللي حقيقيه انت تعملها، في نفس الوقت تبين ان انت شخص حكيم. السؤال اللي بعده ده بنساله كلنا، ايه هو المرتب المتوقع؟ انت جاي متوقع انك هتشتغل ايه او هتاخد كام في الفلوس؟ حاول اللي في توقعاتك زود عليه 500 ولا حاجه، زود عليه رينج معين، حاول تبقى عقلاني بس زود شويه نظرا ان هو ما يشوفكش مبالغ قوي ومادي زياده عن اللزوم وبتطلب ما لا تستحق، وفي نفس الوقت تشوفه في الافرج. طيب السؤال اللي بعده، ايه هو المشروع اللي اشتغلت فيه بجد؟ يعني ايه؟ طب ما طبيعي يعني. لا، اوقات بتبقى انت اشتغلت كذا وظيفه بس في وظيفه او مشروع معين عفوا عجبك قوي او كنت مبسوط فيه قوي، التيم ورك كان رائع، الشركه كانت سخيه فيه، قدرنا نعمل فيه انجاز، حاول تتكلم عن المشروع ده. السؤال اللي جاي لبتوع المبيعات والتسويق، ان هو يقول لك ايه مين منافسين الشركه بتاعتنا دي، مين المنافسين بتوعنا، او الشركه اللي انت فيها مين المنافسين بتوعك. لو انت مش عارف منافسينك فدي مصيبه، لانك في التسويق والمبيعات لازم تكون عارف مين المنافس عشان تعرف ازاي تتعامل معاه وازاي تتفوق عليه. طيب اللي بعد كده، ايه هو اكبر اخفاق انت قمت بيه؟ ايه اكتر حاجه انت فشلت فيها؟ قد تكون في حاجات انت فشلت فيها بس مش بسببك، بسبب الاداره، وقد تكون في حاجات انت كنت السبب فيها لكن انت اتعلمت من غلطاتك وقدرت انك تتجاوزها. حاول تجيب الموضوع بشكل لطيف وصريح قدر المستطاع. يعني السؤال اللي بعده مهم قوي، ايه اللي بيحفزك؟ عايز يعرف هنا، هل انت بتتحفز بالفلوس مكافئات ولا بتتحفز بالكلمه الحلوه؟ انت ممكن حد يكون بياخد مكافئات بس مديره وحش وطف وبيقول له اي كلام سيء جدا، ممكن تقول انا الكلمه الحلوه بتشجعني تحفزني كمان لما المكافئات الاوفر تايم احس بالتقدير. حاول تحول التحفيز لكلمه اني اشعر بالتقدير. السؤال اللي بعده، متى يمكن العمل في حال قبولك؟ لو احنا وافقنا عليك دلوقتي هتشتغل معانا امتى؟ بعد اسبوع، اسبوعين، بعد 3 اسابيع، ايه الوضع عندك؟ وده بيتسال عدد السؤال ده لما يبقى خلاص هيقرر انك ان شاء الله تكون معاه. مين هو قدوتك؟ مين هو قدوتك؟ هل قدوتك واحد من رؤسائك او مدراءك وليه؟ هل هو حد من المشاهير؟ طب ليه؟ عايز يعرف الدماغ دي رايحه فين. السؤال اللي بعده، اخبرني عدد المرات التي اختلفت فيها مع مديرك. كم مره انت اختلفت مع مديرك والصدمات دي عملت ايه والوضع كان ايه؟ ده هو حابب يعرف انت بتتعامل ازاي مع المدراء، عايز يعرف علاقتك مع اللي اكبر منك في المنصب او في الشركه. السؤال اللي بعده، كيف تتعامل مع الضغوط لما بيحصل ضغط في الشغل او في مشكله عندنا او ضغط ان المرتبات اتاخرت او اي ضغط من اي نوع، بتتعامل معاه ازاي؟ هتلاقي الاسئله معظمها من نفس الميه بتاعتها لكن مختلفه، فانت لما تتمرس عليها وتتدرب عليها فيبقى عندك اجابات ليها بثقه لانك جاهز ليها. السؤال اللي بعده، من هو الرئيس التنفيذي للشركه، سواء الشركة اللي انت جاي تشتغل فيها او الشركة اللي انت فيها؟ ده ليه؟ عايز يعرف انت دماغك، هل انت شخص ملم بالعلاقات، بتعرف، بتسأل، بتتقص، ولا واحد ماشي في حالك كده ومالكش دعوة بأي حاجة؟ هل ممكن في يوم من الأيام تكون مدير وقيادي فعندك معلومات ولا لا؟ ما هي أهداف حياتك المهنية، طموحاتك؟ تاخد دكتوراه، تاخد ماجستير، تتعلم حاجة، تاخد كورسات، تضيف جديد؟ مهم انك نعرف الإجابة على السؤال ده. السؤال اللي جاي جميل جدا، بيقولك إيه اللي بيخليك تصحى كل يوم؟ أنت ليه بتصحى كل يوم؟ تروح شغل ولا إيه؟ ولا بتعمل إيه يعني؟ وفي مقولة بتحضرني كده، إن بيقولك اصحى كل يوم وبص على قائمة أغنى أغنياء العالم، لو لقيت اسمك مش فيهم يبقى أنت مضطر إنك تنزل للشغل. فأنت ممكن تقولها له على سبيل الفكاهة يعني، لكن إنك تحب الشغل وإنك تتحرك وعايز تضيف جديد وعايز تستقبل يوم جديد هبه من ربنا يعني. السؤال اللي بعده بيقولك، ماذا تتوقع ان يقول مدير العمل عنك؟ تمام، مديرك تتوقع لما تشتغل معانا المدير هيقول عنك ايه؟ ملتزم، هيقول عنك كويس، هيقول عنك شايف شغلك، هيبسط منك، ايه؟ توقع بقى، شغل خيالك. اللي بعدها مهمه جدا، وسؤال بين السطور،
هيقولك ما هي نقاط ضعف وقوة رؤسائك في العمل السابقين. أنا عايز أشوفك هتغلط فيهم ولا لأ، هتغلط في مدرائك ولا لأ. بس تقدر تقول السلبيات اللي كانت موجودة من غير ما تقول شخص بعينه أو باسمه. تقدر تقول مدير المبيعات كان عنده مشكلة فلانية، مدير المخازن كان شكاك زيادة عن اللزوم بس كان عنده حق في ده لأن هو كان فيه مشاكل اختلاس أو كذا كذا، المدير العام ما كانش قادر إنه يتخذ قرارات الكافية. وجهة نظرك حاول تقولها بشكل لطيف. اللي بعدها بيقولك إذا دعوت مديرك الأسبق، لو أنا جبت مديرك اللي عندك في الشغل اللي فات ده وسألته إيه المجال اللي أنت أصلح تشتغل فيه، هيقول إيه؟ هل هيقول والله فلان ده المفروض يشتغل في المبيعات أو كويس جدا في المخازن أو في الاتش ار أو في أنهي إدارة بالظبط؟ فممكن أنت تكون شاطر في المبيعات بس أنت علاقاتك كويسة ينفع في الاتش ار أو العكس، تتوقع إيه؟ السؤال قبل الأخير في الصفحة دي، هل تفضل دور القائد ولا التابع؟ ولازم تجاوب. وعلى فكرة القائد مش اللي هي الحاجة الواو قوي والتابع مش هي الحاجة الوحشة جدا، المهم انت صفاتك الشخصية ايه، انت حابب تعمل ايه، توصل لايه، عشان هو يعرف هل الشخص ده انا محتاج مثلا سوبرفايزر، محتاج تكون مشرف في حاجة، محتاج تكون مدير مستقبلي، هل انت مؤمن بده ولا لا، شايف نفسك ده ولا ده. الاجابة دي مهمة. السؤال اللي بعده الاخير في الصفحة دي بيقولك ما هو اخر كتاب قرأته للمتعة؟ هنا عايز يعرف انت بتحب القراية ولا لا، انت مثقف ولا لا، عندك اطلاع، هل بتقرأ قصص ميكي، هل بتقرأ روايات معينة، هل بتقرأ كتب، ايه دماغك عاملة ايه. ندخل على ما هي الامور التي تضايقك من زملائك في العمل، يعني ايه اللي بيضايقك؟ هل بيضايقك ان هم يقعدوا يدوا طاقة سلبية؟ هل بيضايقك ان هم يكونوا اي حاجة يروحوا يقولوا للمدير وقد يكون صح وقد يكون غلط؟ هل بيضايقك ان هم بيحجبوا عنك معلومات؟ ايه المشكلة اللي بتضايقك في زمايلك؟ النقطة اللي بعدها ايه هي هواياتك؟ وهنا هو عايز يعرف انت شخص بتحب ايه ومتحبش ايه، شخص اجتماعي، شخص ليك شخصيتك المستقلة ولا لا، فده بخصوص الهوايات. السؤال اللي بعده، ما هو موقعك المفضل الذي تتصفحه؟ ايه الويب سايت اللي بتحب تشوفه على الانترنت؟ هل هو فيسبوك، هل هو تويتر، هل هو موقع اخبار معين؟ عشان برضو ده بيدي انطباع عنك وعن شخصيتك. السؤال اللي بعده بيقولك ما الذي يشعرك بعدم الراحة؟ ممكن تقول انا ببقى مش مبسوط لما بشتغل مثلا تحت ضغط مادي جامد، معيش فلوس، ما بقاش مرتاح. يعني في واحد سألته من خلال استشاراتي اللي بعملها للشركات قال لي انا متضايق من الشركة اللي ما فيهاش زرع، عايز الشركة يبقى فيها زرع وشجر، ده بيدي روح حلوة قوي. هل لو انا جبنا ده الشركة ممكن الشخص ده انتاجيته تزيد؟ او طبعا. فقد تكون بعض الامور ومهم ان احنا نعرفها كمدراء. السؤال اللي بعده، ما هي تجاربك القيادية؟ هل في مرة كنت سوبرفايزر لمشروع، سوبرفايزر لفريق عمل، خدمة عملاء مثلا، كنت مدير مشروع، كنت ايه؟ واحكي لي عنها. هنا هو غالبا عايز ياخدك كليدر او كقائد. طيب فضل 4 اسئلة، لا 5. كيف تقوم بطرد شخص ما؟ فانت ممكن تسأله تقوله ليه، هو الشخص ده عمل ايه عشان اطرده؟ هل هي حاجة في الشغل؟ ممكن اقوله تايم اب، معلش انا عندي والله حاجة مهمة جدا لازم اعملها، هخلص واقعد معاك. او حد ضايقك او تطاول تقول انا اسف ان انت بتقول ده غير مقبول، لو سمحت تفضل بره. هنا هو حابب يعرف شخصيتك اكتر. السؤال الرائع 4 بقى الاخرى، ما الذي تفضله ولا تفضله في عملك الحالي؟ ايه الحاجة اللي انت حاببها بس مش شايفها في شغلك ده؟ ممكن تقول ان في سلبية كتير قوي، انا ما بحبش السلبية، او انا بحب الايجابية بس دي مش موجودة في الشغل الحالي، انا حابب ان هي تكون موجودة. السؤال قبل الاخير، هل تستطيع العمل اكثر من الساعات المعتمدة في الاسبوع؟ وهنا اجابتك هتيجي على ايه بقى، هل في اوفر تايم ولا لا، وهل الشغل محتاج ولا لا. وحاول تقول الشغل محتاج ولا لا الاول قبل الاوفر تايم. اللي بعدها، ما هي الاسئلة التي لم اسألها؟ هو بقى يبدأ يقول لك انا ايه الاسئله اللي انت متوقع ان انا ما سالتهاش. اختار بقى كام سؤال من دول اللي انت عارفهم ومتدرب عليهم، لما يسالك السؤال ده رد قول له الاسئله دي عشان تجاوب عليها وتاخد بوينت. اخر سؤال ان هو يسالك يقول لك انت ايه اسئلتك ليه، انت عايز تسال عن ايه. لو في اسئله او معلومات انت شايف انها غايبه انت عايز تستفسر عنها، اسال، قول له المرتب كام، لو هو ما قالش قول له انا هشتغل في انهي فرع، قول له هل في الخطه المستقبليه ان انا اتنقل ولا لا. حاول تسال اسئله استفسارية عن الأسئلة اللي هو سألها لك. لحد هنا المفروض ان انت حضرتك درست ودخلت الجامعة وتعلمت وتخرجت، والمفروض ان انت واخد خلاص عايز بقى تشتغل وتعمل شغل وكده، المفروض ان انت
تبدأ بقى حياتك. عايز أقول لك شوية نصائح. أول حاجة، رزقك محدش هياخده غيرك. رزقك اللي ربنا كتبه لك هتاخده، هتاخده إن شاء الله، سواء كانت في الانترفيو دي أو في انترفيو تانية. أنت بدراستك ومشاهدتك للفيديو ده، فأنت بتعمل اللي عليك بقدر الإمكان عشان تعكس فيدباك أو تدي انطباع عنك كويس جدا. أنت بتعمل اللي عليك وبتاخد بالأسباب بقدر الإمكان. تاني حاجة، الشخص اللي قاعد قدامك ده بشر زيه زيك، فخد الموضوع ببساطة وخليك واثق من نفسك، وزي ما قلت لك خد بالأسباب وما تزعلش لو الشغلانة دي ما جاتلكش. أكيد هي مش مكتوبة لك، لأنها لو مكتوبة لك أكيد هتاخدها. ربنا يوفقكم جميعا، ربنا يكتب لكم الخير. أنا كنت مبسوط جدا بالفيديو ده معاكم، وأتمنى إن هو يفيدكم. لو عجبك الفيديو أتمنى إنك تتابعني على اللينك اللي موجود دلوقتي على الشاشة على الفيسبوك، هتعرف بوستات تديك تحفيز أكتر. اعمل لايك للفيديو، اعمله شير، واعمل سبسكرايب لليوتيوب عشان تشوف كل جديد وتعرف معلومات أكتر إن شاء الله. أنا سعيد جدا إني كنت معكم في الفيديو ده. كان معكم أحمد صلاح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.